صديقي العزيز أولا، وسيادة النائب عماد خليل عضو هيئة مكتب حملة المرشح عبد الفتاح السيسي. أهلا بك سيادة النائب. أهلا يا أستاذ يوسف، وتحياتي لحضرتك. ويعني مش هصحح حضرتك، بس لا صححني يعني جدا كفاية إن أنا دي تقريبا أول مداخلة من سنتين معاك أو حاجة. مثلا. لا ده انا كده عماد احنا اصحاب، انا كده حاسس انت بتلومني على شيء اللي هو انت جرى ايه بقى. لا إطلاقا حبيبي يا إطلاقا، عماد بس حبيبي حقيقي أنا هكلمك بقى مش قول لي. كنائب أو عضو تنسيق شباب الأحزاب السياسيين أو عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للسيد المرشح عبد الفتاح السيسي، كإعلامي وصحفي ودراسة الإعلام ودراسات العليا في الإعلام. حقيقي فعلا اولا التغطيه كانت متوازنه جدا، ويمكن كان في كمان اطلال من الحمله الرسميه للسيد المرشح عبد الفتاح السيسي في الظهور في الاعلام، يعني على الاقل ان لم تكن متساويه مع باقي الحملات مش هتزيد عنهم في سواء التلفزيون المصري سواء الشركه المتحده. حتى يعني شفنا مشاهد حضاريه جميله، المناظرات ما بين الحملات الأربعة في الشركة المتحدة في قنواتها، شفنا مداخلات حرص على وجود الأربع مرشحين، وجود مداخلات لحملاتهم، تغطية على رأس الساعة من مقر الحملات الأربعة، الجولات اللي اتعملت، المؤتمرات جميعا يمكن شفناها تغطية. يمكن دي المرة الأولى، أو مش هقول حتى المرة الأولى، المرة الأقرب للمثالية. أنا مفيش حاجة مثالية زي ما حضرتك عارف طبعا، بس اللي فيه التغطية وفي فرد مساحات كمان يا أستاذ يوسف لإبراز كل الآراء، يعني حتى في تحليل المناظرات، في تحليل البرامج، في هناك من يشيد ببرنامج مرشح معين، هناك من يشيد بنقطة معينة في جانب آخر، هناك من ينتقد مرشح معين، هناك يعني كانت حيادية بشكل كبير شفناها. ودليل على ذلك أن كل الحملات، أنا تقريبا كان في كل البرامج إذا جاءت حملة مرشح معين كنت بلقى تباعا الأربع حملات، وبترتيب ترتيبهم حسب الهيئة الوطنية للانتخابات. يعني مشهد جديد يمكن ما شفناهوش قبل كده على مصر، ساعد في ده الأجواء العامة، المساحة العامة اللي كانت معمولة من الحوار الوطني وما تبعها من فتح المجال السياسي، من الترشيح بحرية، كمان وجود أكثر من مرشح في انتخابات تعددية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثلاثة من رؤساء الأحزاب المحترمين، هو المرشح فريد زهران، دكتور عبد السند يمامة، المهندس حازم عمر، ثلاثة رؤساء أحزاب ويمثلون تيارات مختلفة في المجتمع المصري، لديهم كتل برلمانية في البرلمان المصري بمجلسيها النواب والشيوخ. كل هذا المشهد اكتمل النهاردة يا يوسف بملايين المصريين. أنا ما عنديش أرقام رسمية ولا ليه أن أنا صرح بأرقام رسمية طبعا، لكن أنا هستغل تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات بالأمس حتى منتصف اليوم، يعني نقدر نقول يوم ونص، نص العملية الانتخابية، وصلنا ل 30 مليون ناخب، وهو عدديا أكثر من انتخابات 2018 اللي كانت 24 مليون، أكثر من انتخابات 2014 اللي كانت 25 مليون، انتخابات 2012 اللي كانت 23 مليون ناخب. كمان يا أستاذ يوسف يعني خلينا نبص لبعض البيانات والأرقام كده، وإذا كان زي ما قلنا لكده في الإعلام أن الصورة بألف كلمة، والصور والفيديوهات كانت تتكلم وتتحدث اليوم. طيب خلينا كمان نشوف لغة الأرقام، وهي اللغة الأقرب للصدق أو اللغة الصادقة. طيب هستأذنك عماد في إن احنا الاتنين نرفع الألقاب. ليه؟ إنه احنا أصحاب أصلا، ويجمعنا العمل ويجعلنا العمل الصحفي ويجمعنا العمل السياسي تحت قبة البرلمان.
فانا هاخد الثلاث حاجات دول واسالك بمنتهى الاريحيه، وانا عارف ان انت راجل تجاوب دائما بمنتهى المباشره. انت بتعتقد انه الحوار الوطني ساهم بشكل او باخر في المشهد الانتخابي الحالي، اي الاقبال الجماهيري ده؟ واذا كان ساهم، بيساهم الى اي مدى؟ بص يا استاذ يوسف، انا يمكن قلتها قبل كده يوسف بقى مفيش يا استاذ. بص يا يوسف، اتحرر بقى كمان من يعني كوني في ممثل لاحدى الحملات. حلو. وهتكلم كعماد يعني. أيوه. بعيدا عن التايتلات دي كلها، ارجوك. احنا كان في بعض الجمود السياسي في فتره ما قبل الحوار الوطني، او كانت في بعض المحاولات نقدر نقول يمكن انا وصفتها قبل كده مع الصديق العزيز احمد الطهري، ان الحوار الوطني هو محاوله للم رفقاء 30 يونيو. حلو. وبالفعل هو لم مش رفقاء 30 يونيو، وكل من يريد ان يمارس العمل السياسي او حتى مجتمعيا او حتى اقتصاديا او له رؤيه معينه. يعني انا شفت في الحوار الوطني مجهود رائع، يعني بما فيها حتى المصريين في الخارج ما كانوش منسيين في الحوار الوطني. تم دعوة كل المصريين في الخارج أو عدد كبير منهم من الرموز اللي هم كمان أصدقاء مشتركين ليا وليه، إن هو يكتب رؤيته. صحيح. وتم الأخذ بيها. كمان إن الرئيس السيسي، ونتحدث هنا عن الرئيس السيسي، أنت حضرتك عارف إن في خط فاصل ما بين الرئيس في موقعه الحالي كرئيس للجمهورية والمرشح عبد الفتاح السيسي. نتحدث الآن عن الرئيس السيسي اللي قال صراحة للحوار الوطني كل ما تتوافقوا عليه هيتم إصدار، وده يمكن شفناها في حاجات ان الرئيس ما استناش حتى النتائج الختاميه او التوصيات الختاميه واصدر بعض من في سلطاته والبعض الاخر سيحيله للبرلمان المصري. لا، الحوار الوطني فتح مجال كبير، تقويه الاحزاب على الارض والسماح ليها بالعمل اللي خلانا نشوف ثلاث مرشحين من ثلاث احزاب، وده اثر واسرى الحياه السياسيه والحزبيه في مصر. خليني برضه اتكلم وصدقني بدون تحيز وبدون انحياز لتلتقيات شباب الاحزاب والسياسيين. انا متأكد. المنصه والمظله العظيمه اللي مثلا انا حد زي حالاتي شاب سياسي مستقل ما لقيتش رؤيه متوافقه معايا او تناسبني تحت مظله الاحزاب اللي موجوده في مصر، فيا اما تروح تحت حزب ما انتش متفق بنسبه 100% مع مبادئه او محاوره الاساسيه او السياسه العامه بتاعته. فاتاحت لي كشاب سياسي مستقل ان انا اعمل من خلالها. عندنا كمان يعني 25 حزب ممثل، يعني احنا كان عندنا الاربع حملات موجود فيها ممثلين من تنسيقيات شباب الاحزاب والسياسيين، مش كتنسيقيه جوه الاحزاب، هو جوه حزبه اوريدي، ويعني ممكن نعددهم، وفي مناصب قياديه في الاربع حملات كلا عن رؤيته. كل ده اثر الحياه السياسيه ونشطها بجانب الحوار الوطني. ده اللي خلانا نشوف مسيرات في الجماعات، ان هي اللي كان دايما يقول لك ايه عنوان الانتخابات، اقبال من كبار السن والسيدات واحجام من الشباب. لا، احنا شفنا، انا شفت بعيني ونزلت، يعني عديت على عدد كبير من اللجان واللجنه اللي انا صوتت فيها، طوابير من الشباب. كمان ان الجامعات تخرج بمسيرات، ده مش فراغ، يعني شباب. صحيح. الجامعات يخرجوا في مسيرات في الثلاث ايام للدعوه، ده ما جاش من يوم وليله، مسيرات حاشده يعني لافته للنظر جدا. انا سامع حضرتك يا زيوس، بقول لك مسيرات حاشده كانت لافته للنظر جدا جدا جدا. يعني انا كمان يعني ما حدش يقدر يتكلم او يقول احنا، يعني انا مثلا لا يعنيني بعض الاصوات الكارهه لمصر، وانا وصفها انها كارهه لمصر مش لقيادات مصر، دي كارهه للبلد نفسها. صحيح. حتى ما قدروش يتكلموا ولا يجدوا، مش هقول مبرر، يجدوا حتى ذريعه ان هم يتكلموا. الصور، الفيديوهات، الطوابير، العمل اللي حصل في العمليه الانتخابيه بالكامل من اشراف قضائي 15,000 قاضي بيغطوا 11,631 لجنه،
كمان مد العمل في عدد كبير من اللجان اليوم الاول والثاني والثالث، استعانه الهيئه الوطنيه للانتخابات بعدد اضافي من القضاه. فانا عندي مجموعه واسعه جدا من العوامل، يمكن جزء من مناقشتنا او ابرز جزء في مناقشتنا كانت متعلقه بمساله ان الحوار الوطني ساعد او اسهم بشكل كبير جدا في ان الناس تبقى في عندها ثقه عاليه في الاجراء الانتخابي نتيجه مساله تقريب وجهات النظر السياسيه، مش بتكلم هنا على الايديولوجيا لكن وجود المساحه المشتركه ما بين الجميع. انا عايز اشكرك جدا 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 النائب عماد خليل صديقي العزيز طبعا وزميلي الاعز عضو هيئه مكتب حمله المرشح عبد الفتاح السيسي.